دليل على أن هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يقول ما الدليل على أنها لمن تاب فقط؟ يا أخي اقرأ اللي بعدها، الله يهديك اقرأ اللي بعدها. قال وأنيبوا إلى ربكم، مش معنى أنيبوا توبوا. اي نعم، ما قرأت اللي بعدها. وهذه آفتنا، ناخذ بعض الدليل ونترك بقية الدليل، أو ناخذ آية أو حديث ونترك الباقي، ما يصلح هذا. نعم.